الحجة سهير علي عبد العزيز الأم المثالية وأرملة الشهيد الرقيب محمد نبيل محمد قطب. أهلا بيك يا حجة سهير. يا أهلا وسهلا يا ابني. ألف ألف سلامة عليكي، كنت هتتكعبلي. ده أنا ده احنا كلنا فداكي. هتعملوا إيه؟ الحمد لله ده احنا كلنا فداكي والله. الله يكرمك يا والله كلنا فداك. الله يخليك يا حبيب قلب امك. يا حبيبتي ربنا يخليكي لينا يا رب. قولي لي بقى، كنت بتتكلمي مع الريس في ايه وقال لك من عيني؟ وهو بيقول لي من عيني؟ لا ده انا كنت بطلب منه طلب خاص ليا انا، فقال لي من عينيا يعني. طيب كويس خالص. وكان معاكي ابنك مش كده؟ وكان معايا ابني. اسمه ايه يا حاج؟ يعني اسمه ايه ابن حضرتك؟ اسمه احمد محمد نبيل عبد الله. الله، قول لنا يا حاجه احمد. أيوة. يعني ليه اخوات ولا ده الابن الوحيد؟ لا ليه توأم. ليه توأم. يا ما شاء الله، ربنا يخلي ويبارك فيهم جميعا يا رب. الله يكرمك. كبرتيهم وخلتيهم احسن ناس. الله يخليك. هو سايبهم عندهم سنه وخمس شهور. يا حبايبي دول قدنا كده من دوري. يعني ماما يعني دلوقتي ما احنا كلنا ولادك بقى. ما كلكم ولادي طبعا. ده احنا لينا الشرف. لينا الشرف. لينا الشرف. لينا الشرف ربنا. انا اللي ليا الشرف. لا انا اللي ليا الشرف يا حبيبي. احساسك ايه يا حاجه سهير لما الريس بنفسه يعمل التكريم بتاع الام المثاليه؟ شوفي بقى من كام سنه، من سنه 73 لحد النهارده، وبعدين تحصلي وتحصلي على تكريم الام المثاليه النهارده. الحمد لله والله، ده كرم من ربنا. الحمد لله، كرم من ربنا، كرم كبير. الحمد لله بحمد ربنا واشكره. الحمد لله. ربنا يخلي لك الاولاد ويديلك الصحه ويبارك في صحتك وفي عمرك. الحمد لله، اللهم لك الف حمد والف شكر يا رب. الف شكر ربنا. الف شكر ليك يا حاجه سهير. احنا حبينا نشكرك على يعني على 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 كل اللي قدمتيه علشان تربي وتكبري اولادك، صبرك وفخرك واعتزازك. والحمد لله وهيجوزوا عيالهم كمان. الله اكبر ما شاء الله. اللهم صل على كامل النور. يلا عقبال حضرتك. عقبال حضرتك. عقبال عيالي بقى. انا خلاص. ربنا يكبرك يا رب. يخليك يا حاجه سهير. مصبرين يا رب ان شاء جميعا الله. جميعا جميعا. الف شكر لحضرتك يا رب. يا رب يخليك ويديلك الصحه. ربنا يخليك يا حاجه سهير ويديلك الف صحه. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يخليك. شكرا شكرا لحضرتك. اتفضل يا فندم. يعني أنا فرحان بصراحة جدا يعني حقيقي بسماع صوت هذه السيدة الفاضلة الرائعة يعني.